السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. الموقع ده لما شرط عليه شبه التويتر، تحس كده ان انت على تويتر، لكن هو مهتم جدا بالابحاث، مهتم جدا بالحاجات العلميه. يعني انا على تويتر بتابع بعض الناس اللي هم بيكتبوا مثلا في الذكاء الصناعي، او بيكتبوا في البيم، او بيكتبوا في السمارت سيتي، المدن الذكيه. هنا انت بتكتب وهم بيكتبوا، ما فيش بقى الطرائف اللي موجوده على التويتر. فانت بتقول له سيف، حتى الاقتباس من اينشتاين. فكل الناس اللي هنا مركزه على موضوع البحث العلمي، ممكن تشارك المعلومه اللي انت بتفكر فيها، او الابحاث اللي انت شغال عليها مع الناس، ممكن تتفقوا مع بعض ان انتوا تتعاونوا فيها. فتقدر تدون الملحوظات بتاعتك، واحده واحده هتلاقي نفسك بتكون مجتمع من الناس اللي متشاركه معاك في نفس الفكر ونفس النهج. ممكن تكون مثلا ناس مهتميه بالاستدامه، فتقدر تعمل سيرش على المواضيع بتاعت الاستدامه، وتشوف مين اللي كلامه يعجبك وتقدر تعمل له متابعه. فمن ضمن المواقع المهمه جدا في فكره البحث العلمي، هتلاقي ناس كده بتتكلم مثلا على النوشن، بيتكلم عن طريقه التفكير، المهارات اللي احنا محتاجينها. فممكن ده يكون افضل من وسائل السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي اللي بتضيع وقت. هنا مركزين جدا على الاستفاده من الوقت.